بركول مبروك 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 مبروك. قبل لا يدخل الديرة لقى خطيب اللي مرت ولده. مرت ولده. السلام عليكم يا عمي. تنادي هلا يا عمي. قفل هلا يا عبيد، كل ما تشوفه تهليب، وهلا يا عبيد هلا يا عبيد. الحين هلا يا عمي انصدم. هلا بت هلا بالدخل. يوم نواجه رجيل مبروك مبروك، قال له بركم على وش؟ قال بكره عرس ولدك. ما شاء الله مبروك وسام، وقام يحتفل وياهم. على منو؟ على فلانه. اخوك يا صبي. ابو انكسر لكن قال ايه انا جايب اغراض عرس. هنا جات الدقه حقت الاجابه كذا خطا حقت المسرح. فهمت؟ يوم قالوا على فلانه قال لي انا جايب اغراض عرسه. كتمها بصدره. خلاه تمشي. خرب جدو. شوي فرحه. فهمت يا جماعه الربع؟ معك اكيد الثلاثه اللي جاوا كلهم بسكوت. قال انا جايبها، انا جايبها لولدي. حلو. هو مو جايبه، مو جايبه، مو جايبه. تستاهل في ذمتي. النفسية فر. اسلم اسلم كمل. يوم انه ضاق خلق وحيل حيل ضاق خلق. انت يا عبيد انت انت يا عبيد ضاق خلقه. اخر الليل اخر الليل يصعد الجبل. من الشيبة؟ ها؟ عبيدي. عبيدي. وسمعوني يغني. طبعا هي لازم اغنية، انا صوتي خايف. اعطيها ماي. بعطيها واحد وبعطيها اللحن. صوتك زين والله. يا عبيد انا. لا مو يا عبيد انا. كثيرة ما تفوق. اسلم. والله بقول انا سكر ذني. يلا. اعطنا اعطنا. يبي يصفق شيء. اي هو عاد يوم راح فوق الجبل ويسمعوني يغني. شي يقول؟ اطلع بتكبر ما دخل اضحك. عطى ما تكلم زين متوكل. شي يقول؟ يا ولد الله يقطعك. شوف بعطيك اياها تشلها زين. يلا تعال. وش يا ايمن؟ ايمن قولها يا اخي. قولها يا رجال عادي صوتك يا رجال زين. عد عد ما دخل اضحك يا رجال عادي. قولها مش حتى عدها عد بدون ما تلحن. صعد الجبل فزر فزر. صعد الجبل ويسمعوني يغني. شي يقول؟ بدون ما تلحنها عدها قصيدة. مدنية. لا لا خليها يلحنها. يلا انك مخصصة. المهم يا الربع الله يقطعك حطيتني موقف حرج. هي اللي بيعت تضحك الشعر تضحك. لا والله ما تضحك بس انا صوتي مو حلو يا رجال. عطنا اسلم 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 خذ راحتك. خلنا في اليسار. يقول هو والله نرجع لك والله من المحوجه. خلوني الزين قفا جميله تصير. الله الله ولو اتي واكبر همي. الله اولتها اللي هلا يا بيت والحين يا مرحبا بعمي. الله ويسمعونه كاتمه وتوتة توتة خلطة دلت صار بعدها خلاص بس ما عرف أخذت يا بزر أعرف سلو صار كتمها بصدر. خلاص كتمها هو البيتين هذه قصتها هذه بنا اسمع طيب حاج يدروا انه طراها طراها سوالفة نواف الشهراني وعلي بخيت في بر الوالدين في رجال يطول عمره السلامة يداوم له في شركة وحتى جمعة وسبت يداوم عليها عيال وبنات منهم الرجال يطول عمره السلامة يبيح عاد حي ويبيه فمقلط عندهم ولما طلع الرجال من الدوام جاء دخل البيت طلع مع الدرج وراح يرقد توه جاي من الدوام وسهران راح اجيب لك ادرك معك مو هو ما يمر الشيبة اقول انت هو يمكن لطيف لكن يمكن من تعب ولا لما يطلعون السلامه يدرسون عياله يطلعون للمدرسه وبعض المرات يكون عنده هوف وهو لي اذا جاوا عياله جاءوا كلهم حبوا رأسه وحبوا يده إلا واحد يطلع سيده ويروح يرقد المهم برق بالعيال برق قال عيالي كلهم وبناتي يجون يحبوا الرأس ويحبون يدي ولدي فلان هو صغير في السن ولدي فلان يطلع ويرقد المهم جابه الحالة وانشده قالت ليه يوم أخوانك يمرون علي
يحبون الراس يحبون يدي وانت ما تمر علي. كان اشوفك اذا طلعت من الدوام تجي تطلع فوق ما تمر جدي، ما تحب راس جدي ولا تحب يده. فتعجب الرجال من الصبي. فقعد الرجال يطول عمره السلامه من يوم ما جاء من الدوام مر بيه في المقلط ولا في المحل نشد من يبيه وينه حتى لو انه تعبان، وجاء وحب راس يبيه وحب يده وعقبها رقى فوق ورقد. يقول استمرت عليها يقول ما اخذ الا مده قصيره. يقول يوم جاء يوم من الايام يقول طلعوا له جايين من المدرسه العيال، يقول فاول ما نصاني الصبي اللي ما يحب راسي ولا يحب يدي يطلع سيده فوق ويرقد في ورته. يقول اول ما نصاني يحب راسي ويحب يدي، يقول ويداوم مع اخوانه على الحالي وامسكه بعدها. قلت له اذا الحين تجي تحب راسي وتحب يدي مع اخوانك ومن الاول تمر وتروح ترقد؟ قال انا شفتك الايام اللي راحت كلها تمر جدي وتحب راسها وتحب يدي. الحب يطلع على بدره. اي فالابناء يتفكرون في ابانهم وش يسوون عند والديهم. وهذه ثمرت من العلمة. نعم. العلمة تصبغ في قلب الصبي حتى لو انه صغير. شوف هذا الصبي اللي عمره مو كبير. اللي في البرامج عليهم عيال ولا في مكان وعيالهم قدهم زاكين يسوي الحاجة الزينة ولده يسوي مثلا خاف إذا طلع يسوي ولده يقول أنا شايفك تسويه كذا. أي. حاجة كذا. إذا كبر ولدك بعدين هذه صورة كل يوتيوب. هذا يبيهم تهزك توفك عادي ما فيها شيء. هذا يومك تقول الكلمة اللعنة ذي، هذا يومك تقول إباها الكلمة ذي، حفظها لك باليوتيوب. هذه كلمة الوصفة، هذه عدم الاحترام، هذا يوم ما قلت مركب جاك أكبر منك، هذا يوم ما مركب فلان ما قلت أنت هو أكبر منك. صدقت يا محمد. ترى في تابعك ترى تقول لك باليوتيوب يكبرون عيالك ويشوفون. صدقت في الرسالة. كانت انصح الذكرى الزينة. الرسالة سمعت يا أيمن، سمعت الكلام يا أيمن. لا مو بأيمن إن شاء الله إني أتعب محمد. مو بأيمن كلام وايد. عطني السكر يا نواف. طيب لو طاح حد يوم الأربعاء كان قلت له سامي كلام ما بك أنا السكر. زين سعد إيش رأيك باللي أكبر منك وما يقولك لو سمحت راح تجيب الحاجة منك، يجي يقول قم قم راح تجيبها. ما يقولها مثال يعني. إيه ما يقولها. لا ها يقولها ولا ما يقول يقولها يعني مثلا يقول قم قم روح جيب حد ما يقول لو سمحت تقول يتوامر. ايه. هو اكبر منك. اكبر مني يمر عليك. ايه وانت اصغر منه. ايه نعم يعني اكبر مني انا اكبر منه بعد. شوي نفكر. الله عز وجل عز مني ومنك. اي بالله يستحي من كبار السن. هو الله عز مني ومنك. زين هو خليه يستحي مني بعد. وانت نمى في الارض ذنوبك الى اذانيك تدخل معه نقاش انت الخسران ضل انا طول الاكبر منك لازم انك تحترمه. بس الاسلوب في يلعب دور يا ما اذا هو قليل ادب. اذا هو قليل ادب اصير قليل ادب. لا انا هذا سياستي اذا هو قليل ادب اصير قليل ادب. بس هي مو بشرط انك اكبر منك. لا لا العرض اكبر منك بس انك قليل رابع دبته وخضل ولا هو صح جاهز عشان دقيقه النقاش باللسان ما شغل ايد. ها دقيقه الحين انا اكبر منك حلو لو سمحت لو سمحت خلني بس ساعه بس اكون. انت كم عمرك؟ 28 صح ولا ما توصل العمر؟ انا اعتبرني اكبر منك ب 10 سنين. طيب اجيك اقول لك قم قم جيب الحاجه الثانيه قم قم يعني كني خدام. لا ما خلنا شوي نرتغي شوي. انت خفت نفسك. ها انت خفت نفسك صحيح. اذا هو ثقيل نفسه عليه صارت قم. إذا هو ثقيل نفسه هذا طبيعي علوم كذا. يعني لا تفكر يوم من الايام تجيني تقول قم قم يمكن تخرب على البث وينقف القناه. طيب يمكن قالها من طيب نيه. هذا البرنامج انا جيت كايمن وقلت قم يا ايمن روح اسوي لي كذا ولا اسوي لي كذا. والله اضحك والله ايمن يعني على اساس اذا قالها من طيب نيه قال لك قم. الله مخلي عندي عبد الله الدين علي بن هادي وعلي بن بخيت وعبد العزيز ونواف سعد اخي معنا. ابشر بيساعدك يا ابو محمد. انت تمون على الرقبه يا ابو محمد. مون علينا. والله يا ابو محمد شوف واضح اللي طيب نيه اللي يقوله من طيب نيه واضح اللي يقوله من خبث. ايه. يبي يشر لك يبيك تطيح ايه. هيبتك. فانت يا ابو محمد لا ما يطيح الا الله. ايه هاجت. لا بس يعني في ناس تستحي منها ما ايمن. طيب طيب انا وراك هنا يعني ابو صير حكيم اليوم خلاص صرت انا وراك هنا لا تعطيني ظهرك والله ما عطيتك ظهري الا جالس كبشيت ايمن شاهد شايف الحين في المباراه صلى النبي كلام ايمن اسمع حق شاهد عندي موضوع في النقاش بالعكس بيصير بعد كلام والله انه زين ليه انا شوي لوني يقول لك قم قم يعني مامرك يحس انك يقلل من قيمتك كنا انك قم مامرك تنقص في قيمتك ثلاث شخصك هذا من عندنا يا اخي
انت ان كان هو يعني ادب قصده أنا. انه قصده لي مثل سعد يقدر يمر علينا والله يهينه قصده طيب ونيته طيبه لا سعد والله ما يدري ادري فاهم قصده اصلا ما يجيك ما يقول قم يجي يقول انا بروح اجيب الحاجة عشان يدقم اسمع اييييي سعد يقول والله تقولها قال اسمع لا كرتون مويه اروح انا بروح اجيب كرتون مويه يبيك تقوم في ناس يمكن يمر عليك يعني من ناحيه انه قم لا هذا فضخ عيونه خليك عن نيتك الطيبة مو سعد انت اكبر مني قل له وعلى نياتكم ترزقون خليك عن نيتك الطيبة وامشي على فراسك ولا يقلل الهيبة هلا ربك ما تخليك عن نيتك يقول ابن علوش ترى الرجال يقودها لين الحكي قد اخطاء كان حكي كليم مع الناس كلامك طيب معهم اخينا الصغير يسمع كلامك يخدمونك بعيونك كل شيء يحبون لك حبي انا والله اقدم العلم اللي مو طيب ولا اعرف انا الحين اتكلم في وقت فتحت موضوع نبغى نتكلم فيه يا رب تفهم يا رب تفهم يظلون قليل شروات هذا قليل ادب قليل ادب شروات شروات ما ذكرت يا شباب المهم انتوا شفتوا الحين تقول ما يحترمهم ليه؟ شوف الاسلوب ترى شوف مسوي حزين مسوي بريء هو الحين معطيها وضعيه اني انا بريء واني قاعد اسولف ورافع يدين يعني انا مستانس اني اصغركم وانا ماخذ جوي وقاعد اسولف دقيقة هذا مشكلة البزر لا عطته وجه سولف زول ما سولف دقيقة دقيقة زول ما سولف بغيت اسوي شيء اقسم بالله لا عشان كذا ما بيعطيك جوك والله العظيم بغيت اسوي عليه طفل ما بيعطيك جوك شوف يوم واحد في مقولة يقولون المحترم يفرض عليك احترام العزيز المحترم يفرض على الناس احترام يفرض عليك احترام يفرض اصبر يعني لا نحتاج اقسم بالله شوف ليه والله لا والله صحيح لا قلها الله هذا وجهة نظري خلنا نشوف يلا والله في ناس مهما تحترمهم يظلون قليلين ادب واضح يعني المعقولة تعقب طالما حتى لو انك تعقب تعقب طالما هذه ما تنقال هنا تعقب طالما انا معك والله لا انا صادق طالما مهما تقدم من طيب تجلالك لا صادق الدنيا هذه اللي كلها لا الدنيا توجه زينها توجه شينها ليه انت غبي تروح كل واحد تحترمه في قليل لا ما في قلب طيب أيمن في قليل أدب في قليل أدب تقدر إنك تفرض عليها احترامك بحاجة واحدة ليه متصنع على ابن هادي إنك تعامله بمثل ما يعامل حتى يرضخ كل من هب ودب احترمه لا ما قليل أدب لا لو رديت عليه السلام لو رديت له بالكلام الطيب وبالكلام اللين أكثر من مرة صادق قسم بالله لا تعطونه موضوع أنا قاعد أسولف أنا قاعد أتكلم ترى طمر علي وطمر علي وطمرتن وانا كنت بقول وجهه نظري طيب انا سؤال بس لما استمعت انا قلت ساعه ترى تكلمت وقلت بديت في قودل حكي وما ادري شو احس اني ادير حوار اسلم بقول خاطر اسلم ادير حوار في بعض الاشخاص يكون حتى قليل ادب لكن انت اذا كنت معه تقابل خبثه بطيب اكثر من مره يرضخ لك غصب الا ان كان هذا ما فيه عله قليل ادب خلاص انت مو بلازم انك تصير قليل ادب طيب. انت مو بلازم انك تصير قليل ادب اتفهم قصدي بعلك بحاجه بوصل لك النقطه اصبر يا رجال هو مو بلازم انك تصير قليل ادب بامكانك انك تكون يده مع السلامه والله ما اعرف لازم اصير قليل ادب لا والله لا مو بلازم والله احس اني صل على النبي يا ايمن تكون طيب لكن طيبه على كلام ايمن كلام ايمن كلام واضح انا اخي علي كلام اخي ما اسمح لك علي انا ما اسمح لك دقيقه قول له الله حجر ومقص يلا انا ما اسمح حجر ومقص لا بسيق الموضوع حجر والله الموضوع عندي انا بقول حجر ورقه بقص العب مع حجر طيب خذ من الرجال يا الربع واحد يسولف يا الربع بدون حجره وغرام مقص عندي كلمه عندي اذا عندك كلمه قدمها عليها احنا معنا انا معي انت قلبك الحين طيب احترمت الشخص انت على 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 سجيتك انت ما انت تغدي مثلك واجهت وانت علمك الطيب ذا واجهه او انه شاف نفسه انك مواجهته بعمل طيب انك تمشي وفي ناس اللي يشوفكم يحترم بس يجي واحد يقول لا مو على كل حال ثم انت صيده ما ادري وش قلت كلام ما يصلح لا انا قلبي طيب اذا انت عندك خبث ثاني انك تقدر تواجه كذا اداب كذا انا ما عندي انا امشي على المشي واذا شفت انه مو طيب سحبت عليه ورحت طيب. ولا شلت همه طيب هذا كلام والله تراني مثل كذا ممكن والله واجه
واحد يا اخي ما راح امشي بقلبها، امشي بقلبي ان عجبني ولد محتل ما فاد فيه خليته ورحت. لبى قلبك يا ابو هادي. طيب بيض الله وجهك، بيض الله وجهك ابو هادي، وجهه نظرك انت، ولكن في بعض الناس يا دقيقه علي انا بدير حوار وخلي العزيز يسولف رجاء. ايش فيك يا ابو حسام؟ انا والله اني معك ما تغارن معي. اسمعني لو سمحت. اي ما قال انا بيض وجهك اقوى من كل واحد وشخصيته. كفو اسلم. بيض الله وجهك، وجهك ابيض. صرفتني يا اكيد ثنائيه في التاريخ. اسمعني انا والله اني معك في النقطه هذه، احيانا انك تقدم الطيب او انه من خاطرك الزين وتلقى ناس تستغل هالشيء فيك. تكفى يقعدون يستخدمون. لا ما راح اقول هذا، لا تقاطع. واحد صوت، واحد صوت. وتلقى ناس تستغل هالشيء فيك، لكن انت يا كشخص الحين لما تبدي بتقدم طيب هالوقت اعرف تقدم هنا. بس انطبع على الخاطر مو الطيب اللي لا اتكلم عن اللي يستغل طيبتك ويقعد يستغلك ويفرض شخصيته عليك وقم ويقعد يسوي الاشياء هذه معك. انت تعرف من انت وهيبتك. شو قصدك قم ايش مساعد؟ عشان كذا ما سولف معك تستس. طيب تستس ما سولف لا معك. انا بتكلم وانت كلام عن طيبه. اسلم قول بندير حوار من ودي عندنا. يلا بندير حوار الحين وجهك نتكلم عن الطيبه. الاستاذ علي الطيبه الزايده عند طيب الطيبه الزايده. بعض الناس صحيح هذا قهرني، قال جزء من اللي كنت بقوله. بعض الناس يستغل طيبتك. بعض الناس يستغل طيبتك ليش؟ شافك والله العظيم اقسم بمن احل القسم من سعد يا من عرقوه ودي في المنترى. انا ابغض مالي اقسم بالله اني اكره الشخص اللي يقول قم جيب لي. ولكن في اشخاص تقبل منهم، في اشخاص ما تقبل منهم مره واحده ما تقبل جدا. يا سلام. يعني تخيل ايمن يقول رحت كرت الماي ايش تسوي؟ اشيل الماي اكرت راسه صح. يقول لي سعد قوم اقوم، لان لو ما قمت قال قمت بسرعه طلقه. فهمت؟ زين الكوتش. لا الكوتش. طيب غلط. والله حطك ها؟ طيب غلط ما اشوفه شيء. الكوتش. ايه ما عليه. قوي قوي. فبعض الناس يستغل طيبتك، يشوف الطيب يحس منك مسكين، يحس منك خايف، ما تدري انك اخبث منه. يا سلام. وكوبرا عوده. عز الله اني انا هذا. والله اني انا. استاهل وجهك. انحقدت. انحقدت والله. شوف. الماء مستحيل مستحيل من النوع اللي مستحيل. المفروض ما اقول هذا الكلام بس مستحيل اني احقد. ما المشكله ما يصير في خاطري يعني. صار بيني وبينك نقاش حاد، ارجع بعد خمس دقائق تلقاني غبي اضحك. ليش؟ لان الدنيا فاينه. فاينه الدنيا فاينه. يقول ابو الفدا الدنيا فاينه. ابو الفدا شفت مسوي اعلان. ما سالتك انا ابو الفدا انا قاعد اتكلم. ما اتكلم انا. لا تطمر. ابشر بس انطر خلنا نخلص من محور المطول. طيب والله العظيم يا والله عندك مو رجلي المحور. لا 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 الرجال عند الرجال ذا عند الرجال ذا عط الرجال ذا عط الرجال ثنيتي ماك شغل عط الرجال ذا انا يدير حوار بكيفي صح. من قال سالم دقيقة عشان ما ابشر اكفين عن اذنك اخذ راحتك يا ابو مسلط انا وياك واحد الله يطول لي عمرك بخصوص الطيبة الزايدة ما فهمت انا كل شيء انت يستغلون طيبتك نعم هذه واجد عبدالله خلا عبدالله تفيد يستغلون طيبتك بخصوص يستغلون طيبتك واجد تقاطع الاصوات الله يرضى عليك صح هذا هو صار يبتدي من فوق وحصل صوت غلط في بعض الجزئيه اللي بذكرها اللي هي ايش بعض الناس اذا شافك فلان جيب لي الشيء ذا فلان جيب لي الشيء ذا واستغله بشكل زايد بايا كان في امور الدنيا تيجي انت وشافك نفذته له المره الاولى وقاعد يكرر الشيء هذا عليك وش يصير في مخه مخيلتك ضعيف انا استغله سبك انا اخذه عشان هالنقطه وانت مسويها طيبا منك انت يا سلام وتقدير ان رفيقك يا سلام اللي انت تعتبر ان رفيقك هو جيده فالواجب عليك انت كشخص تسوي الشيء اللي من خاطرك وانت راض عن نفسك والشيء اللي هو يفكر فيه والشيء اللي هذا تتجنبه وتبعد عنه ولا يدخل في نفسك شكل الا لو تكرر راح لبيته ودق الباب وطلع بره ورن سعد بلعب انا وسعد خربت على اخي يا المثقف سعد بلعب انا وياك اذا مره ايمن 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 دقيقه عبد الله فين عندك بقول عبد الله بس بعد عبد الله بعد ما نقول سالفته بلعب انا وسعد ذي وانا وانت بس دقيقه بختم وبقول وقتي خلاص وانا وش دخل ما نعمكم ليه هذه من كف دقيقه بختم واذكر وقتي كف يبي يضرب فيضرب اي يا مرحبا بالنسبه للطيبه على ما قلتوا الطيبه نعم انا رجال اعترف ان عندي طيبه زايده فوق اللزوم ف الحمد لله على الطيبة الزايدة هذا أول شيء والأمور طيبة أنا رجال يطول عمره السلامة إذا أمر علي الشخص مستحيل أني أقول له سوى أنها أصغر مني أكبر مني شايب شباب
ورجال ما اعرف اقول لا. انت جيتني يا ايمن ولا نواف ولا مخلد ولا العيال ذولا، جيتني مثلا قلت انت يا عبد الله ابغى القلم اللي في مخباك. انا حتى لو لي غرض في القلم، لو اني محتاج حاجه مهمه، مستحيل اني ان لساني ينطق لا، اقول ابشر هاك. هذه الحاجه اللي فيني. فطيبه الزايده انت يا طول عمر السلامه سوها بطيب قلب وطيب نيه.